هيرمي نفسه من الافانسيه. نور لي 16. تعالى تعالى هنا. بتمزرط سلاحف النينجا. وماله يا سيدوني؟ محدش هياخد باله. انت عبيط يا ابني. دي معروفه جدا. اتعملت كل حاجه. دي اتعملت مسلسلات وافلام الحفه بوكسرات سهرات كل ستيكر اللبان اقول لك ايه افتتاح السوبر ماركت كل حاجه. ده الحمار الحمار لو شاف اللبس ده هيعرف ان هو سلاحف النينجا. طب ما انت بقى جالك سبوع عمال تعمل بروفات وما عرفتش ان هي. انا قلت الحمار انما الانسان عادي. هنعمل ايه دلوقتي؟ خلاص احنا كده انتهينا. لازم نص حالا. استنى يا سيدوني، فيه نص عالمي لأرثر ميلر. اسمه ايه؟ الباور ريندرز. ما هم اخوات برضه بس كل واحد لون. ما هي نفس الفكره يا جماعه. احنا عايزين فكره. انا عندي قصه. ايه؟ لا 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 ده بحب حالاتنا والنبي بلاع. ليه يا جماعه؟ ليه بتحكروا على فكره لسه جنين لسه اتقالوا عليها؟ مش يمكن لما تكبر تبقى حاجه ساعات اخر حته بتبقى فيها تويست. اتفضل. زمان شفت فيلم عن مجموعه من الموهوبين عايزين يعملوا مسرحيه. كل ما واحد فيهم يقول فكره يجوا ينفذوها واحد منهم يموت. التاني يقول فكره يجوا ينفذوها واحد منهم يموت. سسبنس. عايزين نعرف مين بقى اللي بيه. لحد ما جه البطل وقال فكره. خابرين اول ما جم نفذوها حصل ايه؟ لا انا اللي بسال، اصل انا نمت. محدش فيكم شاف الفيلم؟ اه يا شويه جهله. ناولني السيف ده كده. لا 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 انا ما نمتش. انا افتكرت. انا ما نمتش. لا ما نمتش. انا زهقت من الفيلم فجلبت على مدرسه المشاغبين. طب ما دي فكره حلوه يا سيدوني. هو ايه اللي حلو؟ احنا نعمل مسرحيه، الفصل الاول اللي حكاها نفادي، الفصل الثاني نجلبها مدرسه المشاغبين. ناولنا السيف ده؟ استنى يا سيدوني، استنى بس. انت هتبقى البطل. بطل ايه؟ بطل القصة دي ريموت. بقول لك بيقلب ريموت. ما احنا هنفصل لك دراب يا سيدوني. دراب بس. مين اللي واقف من الحتة ده؟ ايه؟ ده الأستاذ رضوان الصحفي. دايبة عشان يعمل بروباداندا للمسرحية. أنت مجنون يا ابني؟ عاوزه يقف مع صحفي؟ ما أكيد هينقل له الأخبار. لا ما احنا فطمينه. ما هو طفل في النهاية هيدرس، طفل صغير. الله. أداء رائع يا أستاذ. ميرسي يا عمو. إيه قصدي يا أبو عمو. بس إحنا يعني ما تعرفناش على حضرتك يا أستاذ. لا مش هقدر أقول لك على اسمي عشان عمو جوني قال لي ما تقولش إن أنت اللي هتر ابن الكبير. آه عارف لولا الملامة أنا كنت قلت إنك سيد اسكوبار، قريب بابلو بيسكوبار أصلك، شبهه جدا. آه ما هو أنا هو ده سيد اسكوبار ده هو. أنت؟ آه. انت بتهزر صح؟ بهزر معاك يا فانا راجل كبير مش بهزر. انت عارف لو اكتشفوا ان احنا معانا طفل معدل جينيا وبنستغله دراميا هيعملوا فينا ايه قانونيا؟ خلاص يا جوني خلاص ما تقلقوش انا هروح الحق. اقعد يا ابني اقعد تلحق اقعد احنا نتنقل اكتر اقعد. ايه ده؟ يعني انت فعلا سيد اسكوبار؟ ايوه بس اوعى تقول لحد. لا لا خالص وانا مجنون. بالتوفيق ان شاء الله. ممكن بس الصوره للغلاف؟ اه ايوه. مساء الخير. مساء النور. لو حضرتك عايز تعمل انترفيو يعني انا اديني خمس دقائق اغير بس لبسي واطلع من الشخصيه. لا براحتك خالص هوصل مشوار خمس دقائق وارجع لك بعد اذنكم. بقى يا عمو يا ابو عمو اوعى تكون وقعت بلسانك. لا. سالك عن اسمك؟ لا. سالك عن اسمك؟ آه. يا نهار اسود، قلت له إيه؟ قلت له سيد اسكوبار. سيد اسكوبار؟ إيه الخيال الغريب ده؟ جبتها إزاي أصلاً؟ أنا ما جبتش حاجة هو اللي قاله لي عاد. سيد اسكوبار؟ ماشي، بس يعني هو مش اسم فني أوي، يعني تحسه اسم ديلر مثلاً ولا حاجة. بس ماشي، سيد اسكوبار، سيد اسكوبار. ألو؟ ألو أستاذ جميل؟ عندي ليك خبر بمليون جنيه. عارف سيد اسكوبار
قريب المجرم العالمي بابلو اسكوبار اللي طلعت عليه اشاعه ان هو مستخبي هنا في مصر. ايوه ظهر في المزاريطة. الو يا دكتور، سيادتك ما بتردش عليا ليه؟ يا فندم انا في مشكله علميه عويصه، انا حضرت العفريت ومش عارف اصرفه. طيب يا فندم انا في الريست وقدام 10 دقايق اكون عند حضرتك. تعالوا نقعد شويه في الكافيتيريا دي. طب انا هقفل معاك دلوقتي يا دكتور. رايح سلام. الطريق كان واعر بردان. يا الله، تحبوا نقعد جوا ولا بره؟ جوا. انت قلت جوا؟ لا ما حدش قال حاجه يا كبير. اوه، طب نقعد جوا ولا بره؟ ما قلنا جوا. انت قلت حاجه؟ لا يا كبير ما قلتش حاجه. خلاص اقعد جوا. الحمد لله. انا اقعد بره. يا نهار اسود. الجو كاتم. يا الله. والله طلعت واعر يا دكتور ربيع. ولا اللي كنت فاكرك كيف شخصية قوفي اللي في ميكي. أجيبك قسما بالله لأجيبك، حتى لو بتعمل سنوركلينج في الأبيض أجيبك. منور يا عمدة، أمرني. تشرب إيه؟ ممكن قهوة سكتو، بن غامق، وش تقيل، معاي تشالس غير بسكينة معجون، وخليها دبل ولا أقول لك تريبل. أهو أمرك يا عمدة. تعرف يا بلدينا؟ أنا؟ أيوه. اتخلعت ليه؟ بس اشمعنى أنا يعني؟ ما الرجالة كلهم قاعدين، اشمعنى أنا؟ أنت اللي جيت في قرعتي. أنت اللي قاعد جاري. بعدين احنا قاعدين يعني بكافيتيريا يعني على الطريق، نفضفضوا مع بعضينا، خليك فريش، في حاجة؟ لا ما فيهاش حاجة. تفضل يا كبير. إيه؟ عرفت منين اسمي؟ لا لا لا، أنا أقصد يا كبير اللي هو زي اتفضل يا معلم يا ريس. وانا اعرف منين ان اسمك الكبير. ايوه تمشي برضك. انا اسمي الكبير. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. وعمدة المزاريطة. اهلا بيك. انت اسمك كريم ايه؟ ربي. ايه؟ رباب. رباب كيف يا راجل انت؟ في راجل اسمه رباب. انا عارف شيرين، نور، لكن رباب دي لا. عندك حق، هو بفتحوها لمدة يوم واحد بالظبط، بابا راح سجلني رباب. بعد كده قفلوا، قالوا كفاية زهر بقى، خدنا اسمك. اللي عيشه ما يشوف. لكن ايش معنى سموك رباب بالذات؟ عشان الربابه، لان انا بعزف ربابه. دي المفروض يسموك سماسم، لان دي سمسميه. لا ما فيش راجل اسمه سماسم. ايوه صح، هم كانوا عاوزين فعلا يسموني سمسم، بس قالوا بقى يعني هيطلع بقى يشتغل في فرن او في عالم سمسم. انت بتقول اي كلام يا راجل انت، انا ما مصدقكش. لا من فضلك احترمني، انا راجل دكتور. دكتور؟ دكتور في معهد الكونسرفاتوار. شعبة سمسميه وسمسميه وحمصيه وفوليه. اكديه مش كونسرفاتوار، اكديه كونسر لابوار.